الأستاذ أحمد، يعني طبعا السؤال كان صعب وقاسي على القلب جدا، أن الإنسان يجد ابنه أو بنته بتتعامل بطريقة مش كويسة، وأنه يوصل أنه يطرد الوالد الأب. بس في النهاية إحنا بيحكمنا قانون الشرع، فإحنا عايزين ما نحكمش الهوى. إن حضرتك تقصد تحرمها من الميراث ده ممنوع، وده حضرتك أكيد عارف. طب أنا عايز أصطفي بعض الناس أديهم، مفيش مانع على حياة عيني إني عايز أدي بعض حاجات لبعض الناس من باب إنها يعني أقوم بتوزيع بعض ما أملك على عين حياتي أنا، هبة أو عطية. عايز أدي الأخ من إخواتي حاجة، سواء عينية أو مالية، هشتري له حاجة، هدي له حاجة، براحة الإنسان. لكن لابد أنه يترك شيء للميراث. أما قصده أنه يوزع عشان يحرم حد، ده ما ينفعش يا أخي، ده أمر ممنوع. طيب أنا لو عايزة أوصي، الوصية برضو بتنفذ في حدود التلت فقط، افتاء وقضاء حتى. فإنت حضرتك النهاردة هتوصي في حدود التلت، ما زاد عن التلت لابد يكون بإجازة الورثة، وده الكلام قلناه كتير قبل كده وكررناه كتير. أنا عايزة حضرتك تهدأ وتطمئن، ونطمئن بالله مش بأفعال البشر اللي ممكن يكون علاقتي بيها إنها بنتي أو إنه ده أخوي أو إن دي أختي. لأ، الإنسان يطمئن بالله ويسأل الله إنه يهديه. أكيد أنت مش هتبقى حابب تشوفها تزداد تخبط على تخبط، فأنت تدعو لها لا توقعها في مزيد من العقوق بغضب قلبك عليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات، وأنصحها بأنه طول ما هي علاقتها بأبويها أو بأحدهما غير مستقيمة لن تستقيم الحياة بتاعتها. فده ربنا قضى بهذا الأمر، إنه وبالوالدين إحسانا.